أنا مبسوط لأن جاي هنا جمعية الشباب المسلمين، وإن شاء الله يبقى في أحداث كثيرة اجتماعية جماهيرية تعبر عن الشعب المصري، وإن شاء الله هيكون في سفرية من عدة دول، في دعوات من عدة جمعيات ومجتمعات سياسية عشان توضح صورة الشعب المصري. وأنا بقول إنه الشعب المصري اللي عاوز يتكلم عليه، اللي عاوز يشوفه، يشوف النهاردة شعب بيحب الحياة مهما كانت فيه من أحزان أو مصاعب. تبص عليه وعلى كوبري اكتوبر وهو جايب كوبايه حلبسه او حمص شام ام 2 جنيه دي، واقف بيبص على بكره. كلنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ندور على حلم الغلبان، حلم البسيط، حلم المصريين اللي هم عايزين يناموا ويصحى من النوم يروح شغل يبقى امن، يرجع الشاب يدور على البنت الحلال، يبقى عنده اسره كبيره، بيت يبقى صغير لكن يبقى كبير بالحب. بلدنا محتاجة حب أكثر، محتاجة لنا نحط إيدينا في إيدين بعض، نتجاوز الأحزان، وأعتقد الفترة الجاية إن شاء الله تبقى أحسن بإذن الله.